السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده معانا الفنانه نجمه ابراهيم، اشتهرت ببراعتها في اداء ادوار الشر في العصر الكلاسيكي للسينما المصريه. ولدت نجمه ابراهيم او بولينا اوديون اسمها الحقيقي لاسره يهوديه مصريه بالقاهره. درست في مدرسه ليسيه في القاهره، الا انها لم تكمل دراستها مفضله المجال الفني. عرف عنها تأييدها لثورة 1952 وولدت في 25 فبراير 1914. بدأت نجمة إبراهيم حياتها الفنية في الثلاثينيات من القرن الماضي من خلال التنقل بين الفرق المسرحية المختلفة مثل نجيب الريحاني وبديع مصابني وغيرها، وعملت كمطربة في فرقة فرد رشدي. وبدأت حياتها السينمائية من خلال فيلم الورشة عام 1940، سبق الغناء في فيلم تايتونج عام 1937، وانطلقت بعدها لتقدم العديد من الأفلام أشهرها ريا وسكينة وجعلوني مجرما ولن أبكي أبدا والليلة الدافئة وإسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، كما قدمت عديد من المسلسلات والمسرحيات على مدار تاريخها بجانب السينما، وكانت آخر أعمالها مسرحية غادة الكاميليا. وتزوجت مرتين، الأولى من الملقن عبد الحميد حمدي لمدة 9 سنوات، وتزوجت أيضا من الممثل والملحن عباس يونس، وأعلنت تحويلها من اليهودية إلى الإسلامية عام 1932. منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام الاستحقاق بالإضافة إلى معاش استثنائي تقديرا لعطائها الفني ووطنيتها النادرة، إذ كانت من المعروف عنها تأييدها لثورة 1952. لديها 3 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي ريا وسكينة وجعلوني مجرما وصراع الأبطال. على عكس الأدوار التي قدمتها على شاشة السينما والتي ترعب الكثير، فإنها كانت شخصيتها طيبة تخاف من أقل الأشياء، حتى أنها صرحت بكونها تخاف من دور ريا، وقالت في حوار أنها تعتقد أن السبب الوحيد الذي يجعلني بهذه البراعة في الأدوار الشر هو تخيلي أن هذا الشر واقع علي، فتكون عملية دفاع عن النفس. وقالت أنا أرتاح خوفا من ريا الحقيقية، فأحول جرمها إلى الضحايا، وهذا هو السر، وهكذا أحس حين أتقمص شخصيتي التي تثير الرعب والفزع. مثلت نجمة إبراهيم في ما لا يقل عن 40 فيلم، من أوائل أدوارها دور فيلم غادة الكاميليا، ومن أدوارها الهامة دورها في فيلم أنا الماضي عام 1951 بالاشتراك مع زكي رستم وفاتن حمام، ولعبت فيه دورة شقيقة حامد اللي هو زكي رستم الذي يسعى للانتقام من زوجين ظلموها وتسببا في دخولها السجن، وعند خروجه يكتشف وفاتها فيقرر الانتقام منهما عبر ابنتهما، وتساعده في الأمر أخته نجمة إبراهيم في هذه الحالة. ولعل من أشهر أدوارها دور ريا في فيلم ريا وسكينة عام 1953، والذي يروي قصته سفاحته الإسكندرية ريا وسكينة في القرن العشرين. وقد نال الفيلم شهرة عريضة للدرجة التي بات الناس ينادون نجمة إبراهيم باسم دورها في فيلم ريا، ويذهبون البعض إلى أن نجمة إبراهيم اعتنقت الإسلام قبل وفاتها وحولت منزلها إلى دار تحفيظ القرآن الكريم. توفت نجمة إبراهيم في 4 يونيو 1976. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة البطلة والفنانة والممثلة نجمة إبراهيم. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نشكركم على حسن استماعكم لنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.